النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. ناقش معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيد براين تريك مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة لأوروبا والشرق الأوسط أهمية تعزيز الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية والاستثمارية ومخرجات الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الذي عقد في الأمانة العامة لمجلس التعاون في 8 مارس 2023. وأشاد الجانبان خلال اتصال هاتفي بمخرجات الحوار، كما تمت مناقشة عدة موضوعات أبرزها القضايا التجارية والاستثمارية ومستقبل التعاون التجاري بين الجانبين. وأكد الجانبان تطلعهما للحوار الخامس للتجارة والاستثمار الذي سيعقد بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في النصف الأول من هذا العام. أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا تسجيلها رقما قياسيا جديدا على مستوى الإنتاج بلغ 1,620,665 طنا متريا خلال العام 2023، بزيادة نسبتها 1.3% على أساس سنوي. وفي تعليقه على هذا الإنجاز صرح الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي قائلا إنهم فخورون بتخطي هدف الإنتاج المرصود في بداية العام مرة أخرى، وإنهم اليوم لا يحتفون بالإنجاز فحسب بل بالكفاءات التي تقف خلفه. والآن نترككم مع دال أسواق المالية الخليجية. كشف المنتدى الاستراتيجي العربي أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 يغلب عليها التفاؤل والإيجابية، حيث تؤكد المؤشرات مواصلة دول هذه المنطقة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتراجع التضخم برغم استمرار حالة عدم اليقين حول تداعيات المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن النزاعات في الإقليم والعالم. وأكد الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في جلسة تحت عنوان حالة العالم العربي اقتصاديا في 2024، أكد أن التوقعات قصيرة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2024 تحمل الكثير من الإيجابية نظرا للنمو القوي في قطاعاتها غير النفطية. وقال أننا نعيش في مرحلة التحالفات الكبرى، ودول الخليج العربي بصفة خاصة شريك أساسي فيها، وقد منح حرصها على المشاركة في التحالفات الاقتصادية الكبرى مثل بريكس القدرة على المساهمة في ترك بصمة في التحولات الاقتصادية الجديدة. وقد ساهمت دول الخليج بنحو 50 مليار دولار خلال الأعوام الماضية في اقتصاديات الدول المجاورة. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.